العيش في ظروف مناخية قاسية كالأعاصير وحرائق الغابات أو في المناطق الجافة يؤثر على الصحة النفسية للفرد، وقد يؤدي إلى التدهور المعرفي تدريجياً. فالقصة لا تنتهي عند وقوع الكارثة، بل تبدأ وفق خبراء في الأيام التي تليها عقب الاستيقاظ من صدمة هذه الكارثة. القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة وحتى التفكير في الانتحار كلها آثار نفسية ترافق الأشخاص الذين يعانون تبعات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية. على سبيل المثال، الحرائق التي ضربت كاليفورنيا قبل أشهر قليلة، ووفق منظمة الصحة العالمية قد زادت من معاناة الأهالي باضطراب ما بعد الصدمة، حيث أبلغ نحو 67% من سكان الولاية بأنهم اختبروا مشاعر الخوف والرهاب والقلق وقلة النوم بعد تلك الكارثة. الأمر لا يتعلق فقط بالذين كانوا في خضم تلك الأحداث، بل ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية فإن تغير المناخ يؤثر على الصحة العقلية للأشخاص الذين لم يتعرضوا شخصياً لأي نوع من الكوارث الطبيعية، حيث أدت متابعة أخبار تلك الأحداث للشعور بالقلق والخوف منها. منظمة الصحة العالمية تقول إن استمرار تقلبات المناخ وارتفاع درجة الحرارة وتفاقم تلوث الهواء قد يكون السبب الرئيسي لإصابة بعض الأشخاص بالاكتئاب والعنف وتبدل المزاج، كما أنه سبب مباشر لارتفاع معدلات زيارات قسم الطوارئ المتعلقة بالصحة العقلية. لكن هل يمكن لتغير المناخ والطقس أن يؤثر على الصحة النفسية لأشخاص أكثر من غيرهم؟ الجواب هو نعم، إذ تشير إحصاءات عالمية إلى أن المصابين بأمراض عقلية كامنة أو ممن لديهم مشكلات إدمان يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للوفاة بسبب زيادة درجات الحرارة أو الرطوبة. تقرير منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن نحو 35% من المشردين في العالم ممن يعانون حالات عقلية حادة أو أمراضاً مزمنة معرضون أكثر من غيرهم للآثار الضارة لتغير المناخ. عالمياً تتزايد الضائقة المتعلقة بتغير المناخ بين فئة الشباب، إذ تشير المنظمة إلى أن 84% من الشباب ما بين سن 16 و25 كانوا يشعرون بالقلق من تغير المناخ،